طلة الملك، الأهلي على قمة الدوري المصري، 5 ماتشات ب 15 نقطة، الأهلي يتفوق الأول على الجميع، وبالرغم من مساعدة محافظ الغربية ودعم رئيس الرابطة ودعم رجال الأعمال عشان بابا فاسيليو في مهمة رسمية وقومية وعرض قنوات أون أفلام وثائقية عن تاريخ نادي غزل المحلة، وكأن الناس دي كانت هتقابل أهلي جيبوتي، الأهلي يعرف كل حد حجمه ووضعه بالرغم من كل من المساندات وبالرغم من كل من يعني المزايدات على فكرة إن إحنا بنساند نادي بيلعب في الدوري المصري وإحنا المفروض نبقى واقفين على الحياد، محافظ الغربية ورجال أعمال ورئيس الرابطة، وبالرغم من وجود صفحة غزل المحلة اللي قالت لك الحيتان بتاكل النسور، النسور بتحلق في اي مكان حتى في مكان الحيتان. النادي الاهلي النهارده بيلعب مباراه مستر كولر لما بيكون قاري الجيم وبيعمل الصح بتبقى الشيء ممتع، وفعلا هو قدم شوط اول ممتع. شوط اول جميل، الاهلي بيضغط فيه ضغط عالي، الاهلي بيقدر يستحوذ فيه على الكوره، الاهلي بيستخلص الكوره، الاهلي لما بيفقد الكوره بيستخلصها بمنتهى السرعه والاريحيه، بيجيب هدفين مرتاحين جدا، بيلعب النهارده بخدعه وتركايه جميله جدا يستغل فيها سرعات بيرسي تاو ويلعب بيه مهاجم، وهو عنده اريحيه تكتيكيه لان هو عنده بيرسي تاو، عنده برونو سابيو، عنده احمد عبد القادر اللي لما بيكون في حالته او في مستواه بيفرق جدا معاه ومعانا، هو عنده ثلاثه يقدر يلعب بالثلاثه رقم 10، يقدر يلعب بالثلاثه جناح، يقدر يلعب بالثلاثة، يقدر يلعب كمان ببرونو وبيرسي تاو، بيقدر يبدل بيهم في ان هم يلعبوا مهاجم، بيقدر يستغل كل امكانيات لعبته وعنده ثلاثة مديله مرونة تكتيكية في التغييرات. ده اللي هو بيعمله. النهارده كريم فؤاد اللي كان سايبه حر وبيستخدمه في ان هو يضم لجوه الملعب، النهارده الراجل ادى درس في الشوط الاول بصراحة وقدر ان هو يحقق النتيجة اللي خلصت على الماتش. الشوط الثاني كان الأداء في أريحية، ان انت مش عايز تجازف، ان انت مش عايز تخش في اصابات، ان انت بتراعي تتوالي المباريات اللي جايه عندك الفتره اللي جايه وانتوا شايفين الاصابات وشايفين اللي بيحصل، فكان ده الفكره، فبان انت بالشكل اللي انت شفته ده. ولكن انا بالنسبه لي مع يعني انا دايما هفضل اقول انا الدوري ده اهم حاجه فيه اكون بعرف ازاي اكسب الثلاث نقط، طالما انا بعرف اكسب الثلاث نقط يا فرحتي بالاداء. انا فاكر الدوري اللي فات اللي خلص بعيدا عن مساعده التحكيم والاحتواء والقصه اللي احنا عارفينها دي، ولكن انت من اسوأ الحاجات اللي كانت عند الاهلي انه ما كانش بيعرف يخطف 3 نقط اللي هم مهمين في الدوري جدا، هم الدوري، وممكن تلاقي مثلا بيلعب ماتش مصر زي ماتش سموحه الدوري اللي فات، بيلعب ماتش من افضل الماتشات اللي لعبها النادي الاهلي وبيخسر. لا انا مش مهم عندي العب احسن، المهم عندي ان انا هاخد 3 نقط مع اداء كويس، مع اداء دفاعي، مع اداء هجوم اللي اغلبه العبه، وده اللي عامله كولر، وهو ادى شكل الشوط الاول حلو قوي كنا احنا مفتقدينه في النادي الاهلي، جمل كنا مفتقدينها في النادي الاهلي. تكتيكيا هو تفوق، تكتيكيا هو عطل كل مفاتيح لعب غزل المحله، وخد بالك غزل المحله بعيد عن المساعدات والدعم، وهنبعت المحافظ والوزير ورئيس وكل الناس اللي كانت بتدعم غزل المحله، ما اعرفش كان فيه ايه قبل الماتش، ولكن خليني اقول لك ان غزل المحله ده تاني فريق في الدوري، غزل المحله ده معاه 10 نقط يعني ما خسرش ولا ماتش من ال14، اتعادل ماتش واحد بس عشان كده هو في المركز الثاني. عايز اقول لك ان هو على ملعبه فريق كده كده من الفرق الرذله، يعني غزل المحله من الفرق الرذله عموما في اي دوري من الدوريات في اي سنه من السنين، غزل المحله من الفرق الرذله على ملعبهم، الملعب اللي معروف برذالته زي ما بيقولوا كرويا. فالنهارده انت عملت حاجات كتير جدا وكسرت حاجز كتير جدا، قتلت الماتش كسبت 2-0، طبعا انتوا عارفين غزل المحله دايما يا بتتعادل في اخر دقيقه يا غزل المحله الدوري اللي قبله بتكسبك وبتخطف بعيد عن الاخطاء التحكيميه، الماتش الدوري اللي فات بتبقى كسبان فاكر نفسك بتتعادل بتضطر تروح لاخر دقيقه عشان تكسب وضغط عصبي، الراجل النهارده خلص من بدري بدري الماتش، وانا بسقف لكولر وبحييه وبحيي اللعيبه، بحيي احمد عبد القادر، بحيي برونو، بحيي تاو، بحيي كل اللعيبه اللي ادت وعملت اللي عليها وزياده، وطبعا زي ما بيقول كل للمشككين دايما بيخرسهم الاهلي، تتكلم على بيرسي تاو وبرونو سابيو تاني يوم يخرسوك، وده الشيء الممتع والجميل ان الاهلي شغال في منظومه. ولكن عندي بس بعض الاسئله وبعض الاشياء. محمد الشناوي انا يعني شايف عنده علامات استفهام عجيبه، محمد الشناوي في حاجه مش طبيعيه، في حاجه ناقصه. محمد الشناوي الاهلي ساعات في اوقات كتير جدا بيبقى مش في افضل حالاته والشناوي بيشيله وبيكون في المعاز، لكن الغريب ان انا الاقي الاهلي في حالاته وحالته كويسه واللعيبه فايقه واللعيبه بتروح واللعيبه بتضغط واللعيبه بتقول واللعيبه بتنفذ تكتيك المدرب
وفي الخطوهات وفي الثرو باس وفي كل وفي جوان جميله. رجوع طبعا علي معلول، عشان بس علي معلول يعني يكفي اقول رجوع علي معلول الاضافه الكبيره. خلينا اقول في عز كل ده تلاقي سوء اداء غير مبرر بالنسبه لي من الشناوي، تردد، اخطاء ساذجه. انا مش قادر افهم هي المشكله فين، مش قادر افهم هي مشكله الشناوي فين، ولكن اللي انا لازم اشوفه ان الشناوي لازم يتم تدارك الامر، لان الشناوي زي ما بقول لك حارس كبير جدا، حامي عنين النادي الاهلي، الحارس رقم واحد في مصر ده ما فيهوش، بس سوء الحاله الغريب، التذبذب الغير مبرر فجاه، انا مش قادر افهمه، وبصراحه شايف ان محتاج حد من الاداره او من كابتن سامح حفيظ يقعد معاه يفهم في حاجه. الشناوي نفسه محتاج يقعد مع نفسه في حاجه، ومش هقدر تطلع تقول لي لا هو اللعيبه وبيكسب ومش مش كل الناس، لا الموضوع بيتكرر، واحنا عايزين ده عشان احنا بنثق في الشناوي، فانا عايزه من اول الموسم بس يعني ايه يفوق معايا كده، لان الشناوي بالنسبه لي هو نص الفريق عشان بس نبقى متفقين، فانا عايزه يفوق للاهلي عشان الناس اللي ممكن تزعل مني اني بهاجمه او بنطق، انا ما بهاجمش حد، لكن انا زي كمشجع بقول رايي، وده رايي ووجهه نظري قد تختلف معايا، ولكن انا شايف ان محمد الشناوي في حاجه ناقصه، في حاجه مش مظبوطه، مش ده محمد الشناوي، ولكن انا عندي ثقه في محمد الشناوي ان شاء الله هيرجع، عندي ثقه ان انا هو حارس مصر الاول والنادي الاهلي، وهو اللي انا عايز اللي دايما بيكون مطمني، فالقلق طبيعي بيكون زياده لما يجي من ناحيه محمد الشناوي. دي القصه يعني بالنسبه للعيبه اللي انا زي ما بقول لك عليها بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا. زي ما قلنا الشوط الثاني حصل نزول في المستوى نتيجه ان اللعيبه ريحت، نتيجه ان اللعيبه خدت تعليمات بانها تهدي اللعب يعني بشكل ما، ولكن خلينا نقول ان الحمد لله خدنا الثلاث نقط، الحمد لله كولر اجاب، الحمد لله اطمنا على لعيبه كتير، الحمد لله المجموعه في تطور، في تدارك لبعض الاخطاء السابقه، ولكن خلينا نقول ده لا يمنع ان الشناوي عنده اخطاء غريبه ومحتاج قعده، لا يمنع ان الاهلي محتاج تدعيمات في يناير، عشان بس ما نقدرش نعيد ونزيد، الاهلي محتاج تدعيمات في يناير والمراكز بقت واضحه والملعب واضح والكل شايف بعينه، الاهلي محتاج مراكز معينه يتم تدعيمها زي قلبين الدفاع، زي في اماكن كده ما بيحصل عندك اصابه بيحصل عندك كارثه لان ما فيش البديل، فمحتاجين الموضوع ده يدار في يناير المقبل، لان انت عندك دوري، عندك كاس، عندك افريقيا، عندك قصه طويله جدا وما ينفعش نتنازل عنها، انت خسرت افريقيا السنه اللي فاتت فما عندكش عندك ازمه ان انت ما ينفعش تخسر افريقيا السنه دي، خسرت دوري بقالك موسمين في حاجه كده ما بتحصلش وما ينفعش تحصل تالت، فكل ده ضغط على اللعيبه وضغط على الجهاز الفني، فمحتاجين بس الاداره تبقى مركزه معانا في الملف ده عشان نبقى قفلناه. الشناوي يركز ملف التعاقدات في يناير، اما زي ما بنقول من اهم المميزات هي ان انا بقيت بعرف اخد ثلاث نقط، بضغط على المنافس، بضغط على الفرق اللي بتحاول تصارعني في الجدول ان هي تفضل في مكانها ويفضل الفارق اللي انا مستفاد بيه حتى وقتنا هذا، وده اهم ما في اللقاء واهم مكسب. اما بالنسبه للمباراه الاخرى الزمالك كان بيلعب طلع الجيش، احنا بس مش هنتكلم فيها كتير، كل اللي هنقوله ان يعني ان عماد الحارس بتاع طلائع الجيش، عماد مأكد لي ان هو احسن حارس في مصر، مش هقول غير كده ومش عايز اقول له غير كده، وعايز اقول له يعني مبروك لنادي الزمالك، بس كده ده اللي انا عايز اقوله، لان انا مش قادر اصدق ان ممكن يكون الدوري المصري لسه بالشكل ده، ولكن خلينا نقول مبروك يا عماد، شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع. سلام.